لعمر جابر، وهقارن بقى ما بين عمر جابر في عقليته واحترافيته بالاستاذ مصطفى شلبي، كابتن مصطفى شلبي. لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاي كيو يا جماعه، يعني عندنا مشكله كبيره جدا في الاي كيو عند بعض اللاعبين في طريقه تفكيرهم وطريقه تعبيرهم عن انفعالاتهم. وزي ما عندنا منهم اللي عقليته جيده ومميزه وشغال عليها، في ناس محتاجه تشتغل على عقليتها يا جماعه. واتكلمت على محمد عبد المنعم من يومين، واتكلم النهارده على مصطفى شلبي. عمر جابر مفيش لعيب شفته في الزمالك الفتره اللي فاتت تعرض لانتقادات ومن ولاد النادي ومن كباتن النادي زي عمر جابر. اتهرق، اتسفلت انتقادات في وقت كان هو مستواه فيه مش كويس، وتحمل بقى لو هتسموها ضغوط، ضغوط قد كده. وبالرغم من ده رجع رد في الملعب، لا اشتكى ولا عيط ولا قلع تيشيرت ولا عمل حركات مش تمام، ولا حط ايديه على ودانه، ولا حط ايديه على بقه، ولا حط ايديه على فخده، ولا قلع الشورت، ولا قلع التيشيرت، ولا عمل اي حاجه، غير ان هو خلى دلوقتي كل جمهور الزمالك بيقول لك يا جماعه عمر جابر هو واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الزمالك دلوقتي، وما ينفعش يطلع في الملعب، ما ينفعش يطلع من الملعب. ده ليه؟ عشان عقليه، عقليه لعيب محترم ومحترف، عارف ان دوره هو لعيب، فلما هيلعب كويس الناس هتشيله فوق دماغها، لما يلعب وحش الناس هتنتقده. انا هنا برضو بتكلم على النقد المحترم اللي هدفه التقويم، اللي هدفه الاعانه والاصلاح، مش هدفه الهدم. النقد المحترم المهذب اللي بدون سخريه ولا تطاول ولا تشكيك ولا تجاوز ولا اي حاجه خارجه. هو بقى تحمل انه عين عمر جابر ورد في الملعب، فبقى كابتن الزمالك موجود. لما بيطلع من الملعب كان الناس بتسال طب هو عمر جابر فين؟ هيرجع ولا مش هيرجع؟ مصاب ولا مش مصاب؟ امبارح طلع الناس كلها بتشيب عمر جابر، ومش بس ماتش امبارح، الفتره فاتت كلها. تعال قارن ده بقى بمصطفى شلبي. قبل ما اتكلم انا هقول لك بس احصائيات مصطفى شلبي عشان ادلل لك انا بتكلم بناء على ايه. مصطفى شلبي من ساعه لما جه الزمالك لعب 47 ماتش، جاب 6 جوال وصنع 9، يعني عمل 15 مساهمه تهديفيه في 47 ماتش. طب السنه دي، السنه دي لعب 14 ماتش، 7 في الكونفدراليه و7 في الدوري، جاب كام جول يا معلم؟ جولين وعمل 3 اسيستات، يعني 5 مساهمات تهديفيه في 14 ماتش. ارقام ايه انت شايفها؟ ارقام ايه يا معلم؟ ارقام عاديه جدا واقل من العاديه. يعني الناس ليها حق تنتقد مستواك، يعني الناس ليها حق تقول ان انت مستواك وحش. ربنا بقى سبحانه وتعالى اكرمك ووفقك وجبت جول وعملت اسيست، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم طلع من الماتش عادي جدا، تاخد مان اوف ذا ماتش وراجل المباراه. تقوم انت سايب ده كله رميه كده في الارض؟ خد يا معلم ده كله كده حط عليه التراب، وتعمل لقطه مشينه سيئه خارجه لا محل لها من الاعراب، ما ينفعش تتعمل تحت دعوة ايه بقى؟ وبرضو بستغرب من تبرير بعض انا متفاهم ان المسؤول ممكن يكون عايز يدافع عن لعيبه في العلن وجوه يحاسبه، بس يا جماعة احنا بقى تبرير الغلط عندنا بجد الفترة اللي فاتت حاجة مقززة من كل الاطراف، من بعض الجماهير والمسؤولين، بعض الجماهير وبعض المسؤولين وبعض اللعيبة وبعض الاعلام، وكل بقينا عادي. يعني لو شفت واحد كده نزل في الملعب وراح قلع هدومه كلها هيقول لك هيديله مبرر، يقول لك اصل هو كان عنده نوع مع درجة الحرارة 32.5 مع درجة الشمس لما تبقى متعامدة على طول عن خأمون فبتيجي في مطار الجيزة فلازم يقلع عادي، فمفيش مشكلة، وتوجد له ويتفت له حاجة وسبب ومبرر انه يقلع ملط عادي مفيش مشكلة. يا جماعة الغلط غلط والصح صح. ده يقول لك اصل انا، ده يقول لك اصل انا كان مش عارف في كدمة، وده يقول لك اصل انا كنت مضغوط. طب اعمل مش مضغوط من ايه يا جماعة؟ نفسي افهم اللعيبة بتاعتنا مضغوطة من ايه؟ يا جماعه انتوا اكتر جيل متدلع، انتوا لا شفتوا جمهور ولا شفتوا جمهور بيحضر التدريبات ولا شفتوا جمهور بيزوم عليكم ولا شفتوا استاد متقفل ولا شفتوا الحاجات دي كلها يا جماعه. وبعدين مضغوط من ايه؟ ده انت بتشتغل شغلانه ملايين الملايين يحلموا بيها، ربنا سبحانه وتعالى كرمك ان انت بتشتغل الشغلانه اللي هي اصلا هوايتك اللي انت بتحبها، وهذه الشغلانه ربنا بينعم عليك من خلالها بتقدير ادبي في المجتمع وتقدير مادي وشهره، عايز اكتر من كده؟
كم العيال والاطفال والشباب اللي في كل محافظات وكره مصر يتمنوا بس يعدوا من قدام باب الاهلي والزمالك؟ ملايين يا جماعه. انت مستواك وحش، الناس بتنتقدك، بتروح تقول لمين اسكت ولا بتروح لمين تعمل كده؟ بتروح تعمل لمين؟ ما انت مستواك سيء. ومش بس المستوى، الاي كيو كمان. يعني انت امبارح بدل ما انت طالع المفروض تبقى نجم الماتش، الناس كلها بتتكلم عليك، وتبقى بقى طلعت الضغط بشكل ايجابي جوه الملعب زي ما كنت لسه بتكلم على عمر جابر، وحققت نفسك ورديت على كل المنتقدين، يا جماعه انا موجود، انا بكسب الزمالك في السيمي فاينل، انا مؤثر مع فرقتي، انا ساهمت ان فرقتي تطلع فاينل. لا، خليت الناس كل ما تتكلمش على ده كله خالص خالص، وبتتكلم على الحركه اللي انت عملتها، لان هي حركه شائنه وما ينفعش تحصل ولا تطلع اصلا. الحق حق ان يتبع، الحق حق ان يتبع. ما ينفعش نبقى بنبرر الغلط يا جماعه للعيبه وللمسؤولين ولغيرهم وغيرهم وغيرهم، تحت دعوة ان انا كده بدافع عن النادي بتاعي، او بدافع عن انتمائي، او بدافع عن لعيبي او مسؤولي. لا يا جماعة، لا يا جماعة، في الاول وفي الاخر دي كورة، احنا مش بنحارب على الجبهة، دي كورة، والاخلاقيات اهم من الكورة، واهم من الفوز، واهم من المكسب، واهم من كل حاجة. بتمنى ان الحركات دي تخلص، واللعيبة تفهم دورها، وتفهم انه لما يلعب كويس الناس هتشيله فوق دماغها، ولما يلعب وحش الناس هتنتقده، وده طبيعي وسنة الحياة في الدنيا كلها في اي شغلانة، بس انت عشان بتعمل شغل المعروض على الرأي العام فطبيعي الناس هتتكلم عنه، وده مش حكر على جمهورية مصر العربية يا جماعة، ده في كل حتة في الدنيا. وانت دورك كلعيب لو حسيت ان حد ظلمك جاي عليك، او ان انت لا تستحق هذا النقد، رد في الملعب بأدائك وبتصرفاتك وبجوالك وباخلاقياتك، هتلاقي الناس كلها بترفعك لسبع سم. لكن غير كده يا جماعه لا، ما يرضيش ربنا، وما ينفعش، ولا اخلاق ولا دين ولا حتى اعرفنا اللي احنا بنحبها ومتربين عليها تسمح ولا توافق على مثل هذه التصرفات.